بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طبق مقبلات بسيط واقتصادي وسريع، اللوبيا الخضراء بزيت. مكونات كتير سهلة: زيت زيتون، وقبل ما يحمي بنحك البصل. دائما نضيف الملح للبصل ليساعدنا انه يدبن غير ما يغير لونه. هنستنى بس شوي ليدبل البصل. بس يدبل البصل رح نضيف حبة فلفل حار مقطع للي بيحب الحار. نص معلقة كزبرة عشان تطلع معانا ريحتها لما تتحمر مع البصل. هلأ بنضيف اللوبيا. اللوبيا غير فاصوليا طبعا، اللوبيا هي خضرة. بنفور عليها شوية مي نحطها بالفريزر، نستخدمها وقت الإزازة. خلاص كده نحط تحتها مغطية لحتى تستوي. نضيف رشة فلفل،
هي كده خلاص استوت، ما بتاخدش وقت، يا دوبك 10 دقايق بندفع عليها. بصراحة أنا الخضروات دائما بحب ضل فيها روح، ما بحب مستوي على الأخير عشان ضل محافظة على فيتاميناتها. شفتوا قد ايه الطبق سهل قوي قوي. طبق سهل صحي بسيط، ينفع كمان يكون صيامي لأنه مطبوخ بزيت ورشة كزبرة. خلاص ممكن ينفع حتى وجبة لوحده أو ممكن أقدمه مقبلات مع الأكل. ألف صحة.